ومؤسس زاويتها العتيقة. تعتبر زاوية أسا من أقدم الزوايا التي أقيمت بالمغرب، فقد حملت مشعل الدين والصلاح لأكثر من 700 سنة، إلا أنها لم تشكل قط زعامة سياسية، ولم تستغل كغيرها من الزوايا المغربية الأخرى خلال الأحداث المضطربة التي شهدها المغرب في القرن السابع عشر الميلادي أواخر الدولة السعدية لتحقيق مطامع في الحكم والرئاسة، بل اقتصرت على الدور الديني والإصلاحي. لقد كانت مقصد طلاب العلوم الدينية من كل القبائل الصحراوية ومأوى لعابر السبيل واللاجئين، مما أضفى على المنطقة كلها صبغة قدسية وخصوصية دينية جعلها تحظى بالاحترام والتقدير من طرف كل القبائل لاعتقادهم بأن المنطقة مركز الصلحاء والأولياء. إضافة
معدن السيدي. Thank you.
Gracias.